فقرت لوب، اهلا وسهلا فيك دكتور ديزيري فغالي، طبيبه اطفال. اليوم رح نحكي عن مرض الربو، بما انه نحن هلا بتغير للطقس من الصيف للخريف، يا ريت نقدر نعرف اكثر عن هيدا المرض وكيف الطفل بيتعرض للربو بحياته. مظبوط، مثل ما انت قلتي، هلا بتغير المناخ يعني بصير في عنا حالات من الربو. نعم. شو هو الربو؟ الربو هو مرض مزمن بصيب الجهاز التنفسي، خاصة أصابات الهوائية، والالتهاب اللي بيصير بهالأصابات بخليها تضيق، بصير في سباس من الخلايا وبتأدي للكرايز. هلا في كذا سبب لواحد يصير عنده ربو. عند الأولاد الصغار أكثر شيء هو السبب التهابات فيروسية، يلي هي هلأ نحن قادمين على الموسم بما أنه فتنا بالخريف، والبيك ببلش من سبتمبر بيطلع وبيرجع بخف بكانون الأول. وعندنا نوع تاني من الربو، هيدا بيكون أكثر شيء عند الأولاد من الواحد للخمس سنين. نعم. ونوع تاني من الربو يلي هو إذا واحد عنده حساسية، هيدا ممكن يبلش بهيدا العمر، بس إجمالا ما بيصح وبيكفي لعمر أكبر. يعني بترافقه كل حياته؟ بترافقه كل حياته، ممكن نوصل لمراحل إنه يصير فيه ريمشن، يعني مرحلة كتير طويلة ما بقى فيها كرايز، بس بضل في خطر إنه بحال وقت تبلش كريزة. نعم. هلا الربو كمان ممكن يكون موسمي، يعني ربيع خريف، او ممكن يكون كل السنة. وحسب نوع الربو فيكون كمان خفيف، متوسط، او كتير خطير. أوكي. يعني نحن في كلاسيفيكيشن نتبعها اكيد ما حنفوت فيها هلا، بس اجمالا هو الهن يعني تقسيم الربو. دكتورة، حضرتك قلتي انه بيتعرض الولد لالتهابات معينة، هل من اول مرة بيصير عنده التهابات بيتعرض ليكون عنده أزمات للربو، ولا تكرار هيدي الالتهابات بجهازه التنفسي؟ هلا هو مثل ما قلت لك، عند الصغار في التهاب الفيروسات، في من اول مره مثلا في الار اس في اللي هو فيروس بيعمل برونشيت عند البيبيات الصغار. نعم. اذا عمل هيدا الفيروس، في كثير منهم ممكن يعملوا من بعد فيروس انجوس اسما، يعني ربو ناتج من بعد الفيروس، وهيدا مع الوقت ممكن يصح منه. بس نحن ما فينا نحكم على ولد نقول انه عنده ربو الا اذا كان عامل اكثر من مرتين او ثلاثه. وفي غير فيروسات، يعني حيلا فيروس رينو فيروس غريب، حيلا شيء ممكن يسبب حالات ربو من بعد الالتهاب. هيدي اكثر شيء عند الاولاد الصغار، مشان هيك يعني نحن فينا نشتغل على الوقايه من هدول الامراض حتى نخفف هيدا الفيرال انجوس ازمه. اوكي، في اولاد بيتعرضوا لاكثر من مره من التهابات وما بيعملوا هيدي الازمات، ولكن في اطفال من اول مره او من ثاني مره بصير عندهم هيدي الازمات، هل هو عامل وراثي او جسم الطفل بكون على استعداد انه يتلقى هيدا النوع من الامراض؟ هلا اكيد في اسباب شخصيه للربو، في اسباب بيئيه. الاسباب الشخصيه اذا بباخل ان قبل ترمو، اذا بباخل ان بوزن صغير، اذا في الاهل عندهم حساسيه، اذا واحد من الاهل عندك 25% خطر انه الولد يطلع عنده حساسيه. أوكي. يعني ربو او واتفر حساسيه ثانيه. نعم. واذا الام والبي عندهم حساسيه، 50% من الاولاد حيطلع عندهم حساسيه. سو هيدول العوامل الشخصيه. هلا العوامل البيئيه، نحن لاحظنا باخر 50 سنة الربو عم يتضاعف، ولحتى بالبلاد المتطوره بسبب التلوث، بسبب استعمال مواد كيميائيه 100%، بسبب انه ما بقى في، صار في كلها مدن وكلها معامل، يعني ما بقى في مثل ايام زمان هالضياع وهيك. يعني بنلاحظ انه الربو عم بيزيد بسبب هالعوامل البيئيه. الدخان كثير كثير، يعني بفكر داخل المنزل وخارجه، يعني وين ما كان. وصدقيني اوقات كثير بيجي ولد انه بتشخصي ربو وما بيكون في ولا حساسيه ولا عامل فيروس ولا لقيت شيء ولا شيء، وبتساليهم بتدخنوا على البالكون بتاني اوضه، يعني ما هو موجود داخل هو في شيء، مش ضروري الولد يدخن، بس لا هو الانفيرونمون يعني اذا موجود. مشان هيك نحن بنقول للاهل بليز، لحتى اذا انت دخنت على البلكون، ما فتت على تيبك في دخان، بيلقطوا الولد حتى لو كانت ما الريحه بتكون موجوده، يعني سو بيتنشق الولد. يعني اوقات كثير صدقيني بنعمل كل شيء في الله خالق فحوصات بيطلع المشكله الدخان.
تخيل يعني. والمشكلة الكبيرة أنه نسبة الدخان عم تزيد، والكمية يمكن المواد المستهلكة التبغية زايدة هالكم سنة، لأنه بكورونا بعتقد بين 35 أو 32%. رح نحكي شوي عن كورونا اللي قطعت هلأ، نحن عشنا بسنتين أو خلينا نقول 3 سنين من أصعب السنين اللي عشناها. قد إيه أثر هذا الموضوع على الأطفال؟ هل كان عامل مسبب كمان لهذا الموضوع؟ هلأ ليكي، كورونا ربو ما إلن علاقة ببعضهم، يعني هو التهاب فيروس مثله مثل غيره يعني. وصراحة بعد الكورونا نحن بالنسبة لنا عند الأولاد أخف من غير قصص، يعني كتير نادر لحتى يكون يعمل. أنا قصدي الولد اللي عنده هيدي الحالة أو هيدي المتلازمة، متلازمة الربو، هل كتير إنه القعدة، قصدك قعدة البيت؟ قعدة البيت والتسكير وكله قاعد بقلب البيت يعني أكيد أثرت. لأنه أول شيء وقت تكوني قاعدة بالبيت لازم أنت تعملي قصص، لازم تهوي البيت. إذا في عندك كمان حيوانات بالبيت مربوا، كمان في أولاد عندهم حساسية على الحيوانات، إذا عم بيدخنوا بالبيت، إذا ما عم بيهووا، إذا ما عم بينطفوا، يمكن ما عادوا إنه إذا مش فاضيين هن ينطفوا، كانوا يجيبوا ناس تنظف، ما عادوا ينطفوا، لأنه أوقات في ربو بينتج من غبرة بقلب البيت. يعني هو أنت لتتوقع من الربو لازم عطول تهوي البيت، عطول تشيل الغبرة بالهوفر، ما يصير في روايح يعني مقالي وهيك الولد القاعد جوا وعم يتنشأ كل هالأشياء. أو مثلا تستعملي الأشياء اللي بتنظف، الأشياء اللي ريحتها كتير قوية، كل هيدول بيأذوا الولاد. وبعدين إذا قاعدين بمحل وحرمات وبلوش، كل هيدول نحن بنطلب أنه ينشيلوا إذا ولد عنده ربو. بقى أكيد القعدة بالبيت بوقت الكورونا مع كل هول القصص فوق بعضهم أكيد بتكون ضايقت يعني. بس أنه من ناحية تانية، بما أنه ما كانوا يظهروا، ما كانوا يتعرضوا للفيروسات، كمان هيدي الشغلة خففت شوي، لأنه بفترة الكورونا ما شفنا كتير RSV، ما شفنا كتير إنفلونزا، لأنه ما كانوا عم يتعرضوا لأولاد غيره، ما كان في اختلاطات، ولا ما كان في اختلاطات يعني. في بالانس يعني، في أشياء زادت في أشياء خفت، بس أنه ما في دراسات بتقول أنه هو أو زاد الربو ولا خفف الربو. كيف نحن منشخص أنه هيدي الحالة هي ربو؟ يعني كيف التشخيص؟ هي عادة العوارض كتير هينة، يعني نحن وقت اللي بيكون عم بيفوت لعندك أو على التليفون تسمعي صوته كيف عم بيتنفس، هي إجمالا سعلة ناشفة متكررة بتخلي الولد أنه ما بقى عم بيقدر يأكل، ما بقى عم بيقدر يتحرك، عم بيتنفس بسرعة، بطنه عم بيطلع وينزل. هلأ إذا كان في فيروس بيكون في رشح وحرارة، إذا ما كان في فيروس حالة ربو بس بيكون بس عنده هول العوارض بدون حرارة. بتشوفي للولد بتحسيه عن جد يعني عشوائي، منهم يا بيزرقوا يا مطريين ملاشلشين وما قادرين بقى لا يناموا لورا، عطول قاعدين وما فيهم ياخذوا نفس. هلا وخاصة إذا في سوابق بتعرفي إنه هي كريزة. وأهم شيء، أهم شيء بالربو إنه إذا في علاج مزمن، لأن نحن في نوعين من العلاج، في نوع الفيروس قصدي العلاج تبع الكريزة بحد ذاتها، وفي العلاج المزمن يلي هو بخلينا نتوقع يصير في كرايز. بيقولوا لي وقفته للدواء، يا عمي مين قال انك توقفه؟ ما هن العالم لازم يعرفوا انه الربو بما انه مرض مزمن، نحن بنعطي العلاج يلي هو بالبخاخ، الكورتيزون بالبخاخ او حبه بياخذوها الاولاد كرمال لحتى ما نعمل كرايز. ليه نحن بهمنا ما نعمل كرايز؟ بتجي لعندك بتقول لك ايه انا ما عم بعطيه هيدا الدواء، بس كل ما بيسعل برش له رشه فانتولين. بس هيدا الشيء غلط. ليه؟ لانه نحن وقت نعمل كثير كرايز الخلايا تبع الروائع عم تتلف، بيصير في عنا مشاكل على المدى البعيد، يعني وقت يكبر رح يصير في عنده مشاكل برواية الولد. نحن هدفنا ما نعوز فانتولين وما نعمل كرايز. كيف؟ بالعلاج المزمن يلي الحكيم بيوصفه، الحكيم اللي بيقرر يوقف. بس هو العلاج المزمن اللي هو بيرافق هذا الطفل لوقت طويل، في كورتيزون ما بيأثر على غير أعضاء بالجسم يعني، او ما بيتعب المريض؟ انه هو هي فكره انه انت بدك تاخذي دواء على طول فكره متعبه. هلا بفهمك، بس بالاخير لازم نفوت هيدا الشيء بروتين الحياه. نعم. لانه وقت اللي نكون نحن مفسرين للناس والناس مستوعبين وعارفين انه اذا ترك الولد لوين واصل،
بيتعودوا على الفكرة وبيصير كيف بيلبس تيبو تيظهر بيرش هالرشة أو بياخد هالحبة قبل ما يظهر، بيتعود على هيدا الشيء لأنه أكيد أهين أنك ترشي صبح وعشية أو تاخدي حبة بنهار على أنه تعملي كريزة، لأنه مثلا أنه لا تعرفي أنه الربو 25% من الولاد اللي بغيبوا من المدارس سببهم هو الربو. هل أدى نسبة عالية؟ نسبة كتير عالية. سو أكيد أنه بدون يتركوا شهرهم الأهل، الولد أنه يمكن يفوت أوبيتال، يمكن يعني نفسياً لح يتعبوا، كل أنه ما علي ماشي الحال إذا بخ عبكرة وبخ عشية، وخاصة أنه نحن مش بس مشكلة الولد، مشكلة على المدى البعيد، هيدا الشيء بيرافقه وبيعمل له مشاكل برويه وقت يكبر، وقت يصير بالأربعين بالخمسين بالستين بالسبعين على أضرب. سو ماشي الحال انه يتعودوا ويفوتوها بروتين الحياه، بتصير هين عليهم الامور، خاصه انه اذا فسرت للاهل انه هيدا الشيء لإلهم احسن وللولاد يعني بصحوا من هيدا المرض. ليك الربو الناتج من الفيروسات اللي بتصير عند البيبيات الصغار اجمالا صوب الخمس سنين خلص بيتخلصوا منه. هلا في ربو ناتج مثلا عن حساسية على الحليب مثلا، اوكي هون اذا انت اكتشفتي هيدا الشيء بدك توقفي الحليب ومشتقاته، فيك تخلصي من الربو لحتى ما بيعود ياخد ادويه. اوكي هلا لحتى في كمان الربو اللي ناتج عن حساسيه تنقول عن الغبره عن البولين تبع الشجر او شيء، هلا في صار علاج كان قبل ينعمل بالابر على فتره 3 سنين، هلا في علاج بينعطى نقط بالتم على 3 سنين بيقدر يصح من الربو. حلو. يعني في اشياء بتخليك تصحي، في اشياء بالطب متطوره مزبوط، بتقدر توصل لمرحله تصحي منه للربو. وفي حال في شيء ما بينصح منه، اوكي اذا اخذ علاجه اللي كنت عم بقول لك عنه المزمن، في وصل لمرحله يمكن ما بقى يعمل كرايز يفكر حاله صح من الربو، هلا بضل في عنده خطر صغير من وقت لوقت. يعني اجت فتره مثلا مش من زمان مثلا شفت ولد، انا قلت للام انا لي خمس سنين ما عايز ابدا شيء كان بجنن، بيكون انه رجع بس بهيدي الحاله بيقدر يضل ياخذ الدواء لو ما عايز شيء بده يضل مستمر. هلا نحن بنوصل في وقت معين بنوصل لمرحله وقت كذا سنه ما عم بياخذ لانه في كرايتيريا تضلك تعطي الادويه، مشان هيك عم بقول لك لازم الحكيم، لانه الحكيم في قرر انه لا هالولد خلص له سنه او له سنتين ما عم بيعوز ولا دواء، خلص بنوقف له الادويه. نعم. في حال رجع عمل شيء نرجع بنشوف شو رجع صار، شو جد عليه، شو البروبلم، بنرجع بنبلش. بس ليه انا عم بقول لك انه الحكيم هو اللي لازم يقرر، يعني مش الاهل لازم يقرروا انه يوقفوا الدواء او يكفوا الدواء، لانه يعني الواضح انه عم بتعانوا مع الاهل اكثر ما تعانوا مع الاطفال صراحه. ايه لانه بيوقفوا الدواء على ذوقهم، بيعطوا على ذوقهم، انه ما بالاخير نحن ما درسنا كل هالسنين حتى انه هن يقرروا. يعني نحن اكيد شغلتنا نحن ندرس الحاله وعلى اساس الكرايتيريا الجايد لاينز نقرر كيف بدنا نحكم الولد وكيف بدنا نوقف وكيف بدنا. هلا في ناس لا بيتلفنوا لك او بيجوا لعندك وبيقولوا لك انا ببلش دواء بوقف دواء شو لازم اعمل، لا بس في ناس لا بيقرروا هن على ذوقهم، وهذا الشيء اكيد مش يعني مش بالنتيجه منها. خلينا نقول صحه الاطفال هي من الاساسيات بحياتنا، ويمكن كرمال هيك كمان نوجد اطباء مختصين للاطفال. دكتور ديزيري شكرا لك، شكرا لحضورك.